أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. برحب بكم النهاردة. والنهاردة رحت بالسيارة لواحد صاحبي كده، وهننزل سوق هنا في مدينة كده قريبة مننا اسمها ميرس. والمدينة ديتي بتجمع قرى كتير من حواليها، وبيبقى فيها سوق كبير. فهروح أتفرج على السوق النهاردة وأقول لكم رأيي فيه إيه، وخليكم تتفرجوا معايا على السوق برضه وتشوفوا وتقولوا لي رأيكم برضه. يا ريت الفيديو إن شاء الله يعجبكم. تقريبا عشان طبعا بسبب الكورونا وكده السوق مفيش فيه ضغط خالص، الناس قليلة أوي اللي موجودة في السوق. بس عامة قلت يعني المفروض، يعني كنت أنا جبت السوق ده قبل كده من 10 سنين، كان بيبقى فيه ضغط جامد أوي، يعني كان الواحد ما كانش بيعرف يمشي في السوق. بس يعني أكيد الأسباب الكورونا وكده، لأن بدأت تظهر عندنا طبعا كثرة كورونا، فالناس طبعا على قدر الإمكان بتخلي بالها وكله بيحرر زي ما انتم شايفين. الغالبية كله الماسك يا اساس بيديا كلميرا تي كانت بص بعد اقول لك الله برافو عربية. واحنا بنتابع معاكم السوق اهوتي، طبعا محدش شاف المنظر ده في مصر قبل كده. الملابس الداخلية الحريمي متعلقة هنا، كل حاجة عادي، ما فيش حد بيتحرج من حاجة. دي تبقى الماسكات وجميع الأشكال والألوان. احنا بنتابع معاكم الجولة هي دي. طبعا الناس هنا الاسواق ديت تشبه سوق الجمعه عندنا، سوق الثلاث، كل حته ولها اسم اسواق. وطبعا الاسواق دي فيها طبعا في السوق احنا عدينا على حتت مناطق خفيفة خالص، ومناطق فيها طبعا خضار وفاكهة ما صورتهاش، ودخلنا طبعا على منطقة تانية هي، لان طبعا السوق كبير جدا. السوق تقريبا كيلو، طوله تقريبا كيلو بطول المدينة، ومعمول بيتعمل في الشارع الرئيسي بتاع المدينة. وطبعا السوق ده مجمع لل خريوهات كتير جنبنا، قرى صغيرة كتير جنبنا، فطبعا كله بيتجمع في السوق ده. لسه السوق ممتد قدامنا، هنكمله الاخر كده وهنشوف ان شاء الله. وتلاقيت المحل الغريب ده مزروع فيه، مش بيبيعهم المزروعات ديتي، اللي عاوز بياخد يزرع زي ما انتم شايفين كده، بقر نظيف، والحد اللي عاوز ياخد منها ودي طماطم، اللي عاوز ياخد ويزرع عنده في البيت. وده خاص صوتي ودي محل ساكن، انا كنت جبت مخانية زي ما انتم شايفين كده. الساكن اللي هنا دياتي فيها هندي، فيها صيني، فيها برتغالي، وفي غير البرتغالي الاسباني ساكن كويسة زي ما انتم شايفين كده الختم اللي عليها. وده كده جزء تاني من الساكن زي ما انتم شايفين كده، الساكن اللي هي اللي بيعملوه هنا في كريت. الساكن طبعا شكلها جميل جدا، والسلاح بتاعها قوي جدا. انتم شايفين كده الاشكال مختلفة. العظم ده عظم بتاع خرفان او عظم بتاع الغزال. ودي انواع مساكين تانية صغيرة برضو. وده برضه ساكن تانية، وده أسعارها.
ده الخنصر ده اللي هو قشطة طوبة. ودي أحزمة جلد، ده جلد طبيعي لأحزمة الجلد دياتي. ايه الاتيك يعني سؤال لك الله؟ لا لا ودي محافظ الجلد افتاي ولا ديرماتيكا اتسين؟ نعم نعم ديرماتيكا. اوه يا اشكر يا مو تيك انس كلايس يلا افتا تو بورتفولي تو درماتيكا تو بوسا كاني مسا έχει 35 ευρώ. Είναι μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο. Ναι. Έχει πιο μικρό όπως αυτό. Δεν γράφει μέσα. Πού γράφει. Στο 25. Στο 25. Ανάλογα στις θήκες. Αν δεις άλλο μπορεί να είναι και πιο οικονομικό. Αυτό είναι στα 15. Στις 15 ευρώ. Α. Ναι, ναι. Αλλά πιο μικρό. Ναι, ναι. Κατάλαβα, ναι. طبعا الحاجات دي كلها جلد طبيعي. نعم 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 لا بولي امورفا بولي امورفا درماتيكا لاكسي خريستوم عباره بولي لاكسي كاليس ميرا. طبعا كنت بسالها الاسعار بتاعت المحافظ الجلد في من 35 وطالع، طبعا في اقل في الحديد 15 وفي ال 10 يورو. طبعا كل واحده وحسب حجمها زي ما هي بتقول لي. اتمنى انتوا استمتعوا معانا بالجولة دياتي واحنا لسه متابعينها معاكم ان شاء الله. وري طبعا الحاجات الحريمي. الناس تحب تشوف كل حاجة، الحاجة اللي برا، الناس اللي برا دول بيلبسوا ايه، المحلات لو انت شايفني صاحبي يقول انت بتصور ايه، فقلت له بصور كل حاجه عشان الناس بتحب تشوف كل حاجه. الناس اللي عاوز ياخد جوله في مكان تاني ده عاوز يشوف فيها كل حاجه، الحاجه حتى اللي ما تجيش في باله عاوز يسال عليه باسعارها. لو انت شايفين كده الشورت ديت، الشورت ب5 يورو وديت دي طبعا الشورت اهيتي برضو، ودي بناطيل وشورت جينز، ودي حاجات ب3 يورو. الحاجات دي بتبقى تصافي، الحاجات اللي هي اسعارها بتبقى تصافي زي الحاجه دي، الحاجه دي بواحد يورو، دي بتبقى تصافي، بتبقى حاجات حريمه على رجالي او بتبقى تصافي محلات او محلات بتقفل وبتتباع كده. البلوزه دي حلوه وحريمه يا دي وبواحد يورو، واحد يورو ما هيش فلوس يعني، واحد يورو يعني 20 جنيه. وهنا الشرابات الباكيت تقريبا فيها شرابين برضه ب50 لبتا، او يعني هيبقى الزفغاري الشراب يشرب ب50 لبتا يعني الشرابين بواحد يورو. طبعا احنا خدنا جولتنا في السوق دي بهارات حياتي، كملنا جولتنا كلها في السوق وخلصنا، ودلوقتي احنا هنستعد ان احنا نمشي ان شاء الله. هخلص الكم مشوار اللي عندي وهمشي. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا في الجوله السريعه ديتي. انا عارف ان هي مش ممتعه قوي، هو السوق بدا يزدحم واحده واحده اهوت، لان احنا دلوقتي بقينا الساعه 11 هياتي. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالجوله، واتمنى دايما ان انتوا تشاركونا جولتنا كلها. وانا قلت لكم قبل كده ان انا اصور لكم اي حاجه اشوفها واي حاجه جديده، واتمنى ان انتوا دايما تكونوا معانا. وان شاء الله زي ما قلت لكم برضه قبل كده، اللي هيكون دايما معايا ان شاء الله هكون دايما معاه ودايما هتابعه ان شاء الله، ونتابع بعض وندعم بعض ان شاء الله كلنا في الخير، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.